نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزارة العدل تأذن بفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمد نشر مضامين تمس من القيم الأخلاقية على شبكات التواصل الاجتماعي. تونس تحتضن لأول مرة المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للسكري لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. منصة تونسية لطب الأسنان بهدف التعلم وتبادل التجارب والخبرات يطلقها مهندس تونسي، وفي النشرة حديث عن هذه المبادرة. في العالم، استشهاد 53 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة، ونتنياهو يرفض مبادرة مصرية لهدنة قصيرة الأمد مع حركة حماس. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية. بلاغ صادر أمس عن وزارة العدل أوضح أن هذه الإجراءات جاءت على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك وإنستغرام لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة، من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع هذه المنصات الإلكترونية. تحتضن تونس لأول مرة المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للسكري لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 من أكتوبر إلى 2 من نوفمبر 2024. وينتظم المؤتمر حسب بلاغ لوزارة الصحة ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري وأمراض الاستقلاب ووداديه أطباء الغدد والسكري بصفاقس، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 20 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا. وسيكون المؤتمر فرصة مميزة لاستكشاف آخر التطورات الطبية في مجالات أمراض الغدد الصماء والسكري، حيث يلتقي أكثر من 150 خبيرا من جميع أنحاء العالم ضمن برنامج ثري يشمل 50 محاضرة علمية وعددا من الورشات المتخصصة، ما يتيح منصة غنية للتبادل العلمي والتعاون المهني. ينتظر أن تطلق الجمعية التونسية للنهوض بالصحة مطلع السنة المقبلة مركزا دوليا للمساعدة والوقاية من الإدمان بطاقة استيعاب في حدود 30 سريرا. رئيس الجمعية كريم عبد الواحد أعلن فتح باب التسجيل لتلقي العلاج، بينما ينتظر أن يتم بعث 3 فروع للمركز في كل من طبرقة وجربة وسوسة. المشروع نتاعنا هذا من 2020 ونحن نحضروا فيه كدراسة أولية، وجاء الوقت اللي باش نفتتحوا المركز هذا، باش يكون أول مركز نموذجي مختص للمساندة والإحاطة ثم الوقاية من الإدمان. أول حالة واللي مست النسيج العائلي والاجتماعي والأمني في البلاد هو المخدرات. 2 عنا إدمان الكحول، 3 إدمان الإنترنت، وخاصة الجانب الرابع هو المخدرات بكل أنواعه. حبتنا الرابط نتاع التسجيل فيه كل المعلومات اللي تخص المعني بالأمر في الحالة الإدمانية أو النواة، وبعد نحاولوا باش نحلوا الفروع نتاعنا اللي هما 3 فروع، 1 في تبرقة، 1 في جربة، 1 في سوسة، والإدارة بتبيعها باش تكون هوني في تونس. منصة تونسية تعليمية موجهة لأطباء الأسنان دونت ستاب يطلقها المهندس الشاب أسامة صعاف، وهدفها التعلم وتبادل التجارب والخبرات بين الأطباء والطلبة والأساتذة.
كريمة المرواني والتفاصيل. منصة طبية تعليمية لفائدة أطباء الأسنان في مرحلة أولى قبل أن تشهد فيما بعد استخدامات أخرى، هكذا تحدث المهندس الإعلامي أسامة سعاف مصممها. بلاتفورم هذه متاع لي ليرنينغ وين يتسجلوا مع الاساتذه الاطباء اللي موجودين ديجا في فاكولتي تاع الميديسين دونتير في مستير وغيرهم من المكونين يكونوا موجودين على بلاتفورم وتكون موجهه مش كان للاطباء التوانسه كاو حتى في دول اخرى. مبدئيا بدينا بالدول الفرنكوفونيه يعني الكونتوني اللي موجود بالفرنسيه وباش نتوجهوا بشوي بشوي للدول الاخرى. ولان الحاجه ام الاختراع تبلورت فكرة إنشائها لدى أسامة. زوجتي طبيبة أسنان وكنا نتنقلوا من مدينة لمدينة تقريبا مرة على الأقل في الشهر. بدأ عندهم فورماسيونات أو في حمامات تونس وغيره، فجاءت الفكرة على شلون نعملوا البلاتفورم هذه متاع لي ليرنينغ. المنصة الأولى لاقت رواجا في تونس والخارج، والثانية في مرحلة اختبار مع أطباء من جنسيات مختلفة قبل الشروع في ترويجها. بما أنه احنا كنا على اتصال مع الأساتذة وليفورماتور لقينا بزوان آخر في البحث العلمي، وين مش لي ميديسان دونتيست اليوم يبارتاجيو ساعات دي كا كلينيك على منصات التواصل الاجتماعي ويطلبوا افي متاع الأساتذة متاعهم متاع زملائهم وغيرهم. اليوم لي كلينيك اللي بارتاجيهم ماهمش اكسبلواتابل، يعني ما نجموش نستغلوهم بعد وموش بالسهل باش ترجع لهم. انت كان عندك اي بحث علمي ولا اي بزومك ما تنجمش ترجع لهم. فالفكره انه نعملوا بلاتفورم نتاع ديستيني لي ميديسان دونتيست مبدئيا، من بعد باش نطوروها للاختصاصات الاخرى، ولكن الهدف منها انه يكون البارتاج نتاع لي كلينيك بين لي ميديسان دونتيست، تبادل الخبرات، تتوفر المعلومه بيناتهم. مرة أخرى تثبت الكفاءات التونسية قدرتها على الإشعاع داخل تونس وخارجها بإمكانيات قد تكون بسيطة ولكن بأفكار خلاقة. بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الأول، وضعت مدينة العلوم بتونس برنامجا خاصا يتضمن عدة فقرات من بينها فتح 4 فضاءات علمية وإحياء يوم الكيمياء. أستاذة تأطير علمي بمدينة العلوم صفاء منصوري تقدم هذا البرنامج. العديد من الفقرات من أهمها افتتاح فضاءات علمية جديدة باش تكون نهار الأربعاء إن شاء الله يوم 30 أكتوبر 2024 باش يوافق يوم إعادة فتح فضاء الماء اللي هو مشروع شراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بدعم وتمويل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. كذلك باش يفتتح مخبر الفيزياء وكيمياء البيئة والتنمية المستدامة، باش نفتحوا أيضا فضاء الطفل وكذلك سيتي لاب. يعني 4 فضاءات جديدة ستفتح يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى يوم الكيمياء باش يكون عنا يوم 1 نوفمبر نهار الجمعة، وكذلك البرامج العادية اللي هي الورشات العلمية اللي تحضرها مدينة العلوم صباح وعشية. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. انطلقت مساء أمس بمدينة سوسة فعالية البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 20 سنة ذكورا وإناث التي تنظمها الجامعة التونسية للعبة إلى غاية يوم 3 نوفمبر القادم. رئيس الجامعة التونسية للشطرنج سفيان المجدوب أوضح أن هذه البطولة العربية تشهد مشاركة 225 لاعبا ولاعبة من الفئات العمرية من 8 إلى 20 سنة من تونس ولبنان والمغرب والسعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن وفلسطين وموريتانيا ومصر واليمن والعراق، مشيرا إلى تقلص عدد المشاركين من فلسطين وسوريا ولبنان بسبب الظرف الحرب الدائر حاليا في الشرق الأوسط. تنطلق اليوم الاثنين بالكويت أعمال المؤتمر السنوي 51 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية، وذلك بمشاركة وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ومن أبرز المواضيع المطروحة للنقاش ضمن جدول الأعمال مقترح تغيير مقر اتحاد وكالات الأنباء العربية من العاصمة اللبنانية بيروت إلى مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة لأسباب أمنية
وذلك بهدف تيسير عمل الاتحاد مع الدول الأعضاء المشاركة وتطوير برامجه بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية القائمة على السرعة والفاعلية في إنجاز البرامج المشتركة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في أخبار العالم وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 53 فلسطينيا في قصف للاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وفي جنين اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية المدينة مصحوبة بجرافة وداهمت عددا من المحلات التجارية. وقد شهدت العملية العسكرية في المدينة التي استغرقت أكثر من ساعة اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، تصدى خلالها المقاومون للقوات المقتحمة بالرصاص وبتفجير العبوات الناسفة. في الأثناء أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية وجرافتين عسكريتين ودبابة ميركافا في جباليا، وبثت أيضا مشاهد للاشتباك مع جنود الاحتلال بأحد المباني بالمنطقة. وفي وقت سابق قتل إسرائيليون وأصيب نحو 50 آخرين معظمهم جنود في عملية دهس قرب قاعدة جاليلوتا العسكرية التي تضم أيضا مقرات أمنية من بينها مقر لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية الموساد، كما وقعت عملية دهس ثانية بالقدس عند حاجز حزم العسكري شمالي المدينة واستشهد المنفذ بعد إطلاق النار عليه. من جهة أخرى قالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، قالت إن العضو فيها والأسير في سجون الاحتلال مروان البرغوثي يتعرض لمحاولة تصفية بقرار من الحكومة الإسرائيلية. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومحكمة العدل الدولية والمؤسسات الحقوقية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. سياسيا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض المبادرة المصرية لهدنة قصيرة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة. وقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية تبدأ بيومين ثم 10 أيام تتخللها مفاوضات لتبادل عدد من أسرى الطرفين. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين وثلاثة من جنوده في معارك بلبنان ليرتفع عدد قتلاه إلى 15 في يومين، فيما ارتفع عدد العسكريين المصابين جنوبي لبنان خلال يومين إلى 88. حزب الله أكد تصديه لمحاولة توغل إسرائيلية في محيط بلدتي الطيبة ورب 30 على الحدود اللبنانية الجنوبية. وفي أحدث تطور وجه حزب الله تحذيرا لسكان مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وطالبهم بإخلائها فورا، وذلك بعد أن طلب في وقت سابق من سكان 25 مستوطنة إسرائيلية مغادرتها قبل قصفها. واستهدف حزب الله أمس قاعدة للصناعات العسكرية ومنطقة صناعية وتجمعات لقوات إسرائيلية و13 مستوطنة ضمن 29 هجوما أعلن عنها منذ بداية يوم أمس. وأعلن الحزب تنفيذه بسرب من المسيرات الانقضاضية هجوما على شركة للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا. في المقابل أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهد 14 شخصا في القصف الإسرائيلي لبلدة حارة صيدا والبرج الشمالي. يأتي ذلك فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات أمس على مناطق متفرقة من لبنان، كما دعا سكان 14 بلدة لإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأول.
على صعيد آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم بطلب من إيران في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد مساء أمس أن بلاده سترد بشكل مناسب على العدوان الصهيوني، محذرا من أن رقعات الصراع ستتوسع في حال استمرت الاعتداءات الصهيونية. وفي غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إيران قد تطلق مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل رداً على ما لحق بقدرتها الصاروخية من ضرر دائماً حسب الهيئة. ونقلت الهيئة عن مصادر أن لدى إسرائيل رغبة في إنهاء المواجهة المباشرة مع إيران. 7:15 بتوقيت تونس، 9:15 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا عمار الجبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وزارة العدل تأذن بفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمد نشر مضامين تمس من القيم الأخلاقية على شبكات التواصل الاجتماعي. تونس تحتضن لأول مرة المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للسكري لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ومنصة تونسية لطب الأسنان بهدف التعلم وتبادل التجارب والخبرات يطلقها مهندس تونسي، وكنا في النشرة تحدثنا عن هذه المبادرة. في العالم، استشهاد 53 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة، ونتنياهو يرفض مبادرة مصرية لهدنة قصيرة الأمد مع حركة حماس. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب الشغام. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.